وقالك بعينك نظر انت نظر عيني وشماي مصادفك برد الشتاء لك في حضن صدري دفاي وقالك بعينك نظر الشتاء لك في حضن صدري دفاي نظر عيني نظر عيني نظر عيني نظر عيني. قلت لنفسي ما حد كفو يقدر يسوي لي هذا الشيء الا سالم. ان شاء الله عمي اللي طلبه يتنفذ. يا سالم الموضوع اللي ابغاك فيه ما ابغاك تخبر اي احد من الصيادين او غيرهم لاني انا اللي طلبت منك هذا الشيء، لاني بصراحه اعرف ان كل الصيادين ويمكن كل اهل البلد يعزوك كثير ما يرفضوا لك طلب. اي شفت سالم؟ ها؟ شفت سالم؟ ايوه اتوقع عمي سليمان باغنا وراح له. ها؟ ها؟ من يوم ما طلع من السجن وهو متغير علي، لا يكون حاطني السبب ورا مشاكله. واقنعه اخو سلطان انه يروح عندها ويصالحها، بس ما يبي يتكلم قدامي او حتى يفرضها علي. ايه واللي تسمي ولدها؟ لا يا خديجة، لا، انا لا يمكن اسكت على هالمهزلة بهالسهولة، وراح تشوفيني ايش بسوي يا خديجة. هذا أكيد سلطان، أكيد ما قدر يسوي شيء، أكيد. علشان كذي أبغى هالموضوع يتم ان شاء الله. طال عمرك بيتنفع. اسمح لي انا بترخص عنك عمي. الله معك. في الزيارة الأولى وعرفناها وريلك وردلك. ليش جاية الحين؟ خير ان شاء الله؟ ايش عندك؟ شوفي حبيبتي، في فرق بين الزيارتين. الزيارة الأولى جيتك وترجيتك ورديتيني، لكن الزيارة هذه جاية بحذرك، فهمتي شنو بحذرك؟ تحذريني؟ والله ما أدري من اللي بيحذر الثاني، حالق. شوفي خديجة، في براسي كلمتين بقولهم لك، سلطان وقدرتي تقنعينه، لكن ريلي لا، في موضوع قاعد يدور من ورا ظهري، شنو هذا الموضوع؟ لازم أعرفه. شوفي حبيبتي، كل شيء انا عارفه ولازم اعرفه. ايش اللي خلاك تفكرين هالتفكير هذا؟ موضوع سعاد اللي قلت حق ريلي عنه،
قاعد يفكر بهالموضوع ليل نهار وما قاعد يقعد في البيت حبيبتي، قاعد يطلع. واليوم صحيت وما لقيته. اكيد انت تعرفين هو وين فيه، اكيد تعرفين. انت ايش تقولين اليوم سويته يا سلطان؟ انت ابو مشعل يلا مع السلامة. وينك؟ أدور عليك. خليني في حالي. الحين توني جاي من عند سليمان وخبص. وين شريد مني؟ يريد اللي يريده. بس طلبتك طلب، اريدك تخبر كل الصيادين وانا وانت كلنا مروا عند محمد. وايش استفيد سليمان من عدم روحتنا عند محمد؟ طلبتك تم اخوي سالم، ما حد بيروح عند محمد. صح، كنت تدورنا ايش تريد؟ نسيتنا السالفه. المركب اللي سالتنا عنه وصل اليوم. ايش تقول؟ احنا من غير حمود كان ما اعرف ايش بتصير حالتنا. الله عوضه بحمود وشل عنا حمل كبير. من غير حمود ما نعرف كنا ايش نسوي. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. بغيت نشدك عن رجل من بلادكم، يقولوا له ابو سليمان، تعرفه؟ اي نعم عارفه، وحد ما يعرف التاجر ابو سليمان، بس الله يرحمه. مات؟ اي نعم مات. مثل ما خبرتك ما اريد حد يعرف عن هذه الرساله، وأريدك توصلها أول ما توصل البلاد، فاهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تظاهر أنك تعرفه زين. أعرفه. بس يا ريتني لا عرفته ولا شفته ولا سلمني الأمانة. سوي يا ربي، اروح الشرطه وكلهم اختطفوا ولدي. يا ربي سويتها يا سلطان. يا ويلك مني، يا ويلك مني لو سويتها. لما تحط آمال على شيء ويطلع لك شيء ثاني. إيش صاير لك تتكلم بالألغاز؟ علقت آمال كثيرة على ربان السفينة. سفينة؟ أي سفينة؟
السفينة اللي تجيب التاجر البحريني أحمد طلع ما نفس الربان. انت عن وش تتكلم؟ ايش تقول؟ انا ما يهمني انه اخذ البوم تغير او ما تغير، ولا يهمني البوم نفسه وين كان فيه الحين، في عمان ولا في الكويت ولا في البحرين، لا، انا اللي يهمني اخوي احمد من وين كان يجيب التمر، خاصة في عمان. انا ما ادري، بس اعرف واحد يعرف اخوك احمد الله يرحم، تبين اوديك له؟ قول كذي من الاول الله يسلمك. من وين اروح؟ من وين؟ الصوب. يلا امشي امشي امشي. روح وانا بتصرف باكر، ترى الناس ما ترحمني اذا شافتك عند الباب. وبعدين لو انت جاي تقص علي ولا بتسوي شيء تراك غلطان. بس انا اللي عرفته بان بهذا الولد عرفتي تحافظين على اموال زوجك وتكسبين اشياء كثيره، على الاقل اعطيني منه شيء. ترى انت بالسالفه وياي، وبعدين اوراق ولدي ما شاء الله عليها نظاميه وقانونيه موقعين عليها. بس على هذا بكرمك وبعطيك، لكن بعدها ما ابي اشوف وجهك، واذا شفته بيصير شيء لا صار ولا استوى. يعني بتروحين الشرطه تشتكين علي؟ ايش تقصد؟ يكفي بخبر ابو مشعل او سلطان وهم يعرفون الاجراءات. وتحس بالك اذا علمتهم ما تروح فيها؟ مسعود ما يروح فيها. مسعود اللي قدر يغير أوراق ماجد لخالد يقدر يطلع من المشكلة مثل الشعرة من العجينة. فهمتي؟ أنا مسعود، على السلامة. يا ربي كنت مشكلة صرت مشكلتي. هذه قصتي يا أبو إبراهيم من أولها لتاليها. رحمة الله عليك يا أخوي. الله يرحمك. الله يرحمك. اسمعني يا ابو مشعل، اخوك احمد الله يرحمه كان يروح عند ريال في عمان يسمونه ابو سليمان. اي ابو سليمان. من توصل عمان كل من يعرفه، واذا بتروح له عشان السالفه اللي قلت لي اياها ترى اخوك احمد لا له ولا عليه شيء من حد. اسمه ابو سليمان عدل؟ اي نعم ابو سليمان. بس ها سمعت انه متوفي الله يسلمك، انا مالي شغل معه. ابو سليمان مشكور يا ابو ابراهيم، ما قصرت. العفو العفو يا ابو مشكور، العفو ما قصرت. من عبق التاريخ وروح الأصالة يأتيكم شاي كرك ليضيف المذاق إلى مساءاتكم. والآن تذوق الشاي على طريقة آيس كريم ماما بنكهة شاي كرك. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أبو الولد، ما أروع طعم الشجاعة. غنية بطعم القشطة الشهية، مربعات جبنة أبو الولد الجديدة، تذوقوها الآن.
أعرف ليش أصر صالح يروح اليوم مع حمود. يلا أنا تعبانة وما قادرة أوقف، وبعد علي أطيب العيش، لا أخلي الحين إلينا أصلي وبعدين يصير خير. وصلت يا ابو مشعل وانا كلت قيل اموت من القهر، انت ما تقول لي وين كنت. انا تعبان ويوعان، ما ابي اسمع منك ولا كلمه زياده. انت ليش تعاملني كذي؟ انا سويت لك؟ قلت لك انا تعبان ويوعان، ما تفهمين انت ابو مشعل؟ انا ما كان كلامك بالاول، انت من يوم ما دخلت السجن وانت غيرت. ابو مشعل اذا تبي تروح حق خديجه وتعترف بولدها انا ما عندي مانع، انا مستعده اوقف معاك، بس تعاملني كذي لا. انا ماني سعاد، ماني سعاد ابو مشعل. انا كل اللي اقدر اسويه اني اروح بيت اهلي، اروح حق اهل حسن يا ابو مشعل. اوف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو الطبع اللي في الحريم؟ ما أدري. الحين أنا أقعد رايحة ورادة رايحة ورادة، ما أعرف إيش صاير. ما يصير، لا أنا لازم أروح الشرطة. ماجد، هلا يمه، هلا هلا حبيبي، هلا أمي، هلا أمي، هلا حبيبي، هلا أبوي، هلا أمي، هلا هلا حبيبي. كنك قلتي ماجد؟ لا لا، أنا كنت أقصد خالد. الله يهداك يا مرت اخوي، حتى ما سالتي ايش قال الدختر. انا كنت خايفه عليه. ايش قال الدختر؟ خايفه عليه مني؟ لا تخافين عليه، هذا ولد اخوي، اخاف عليه مثل ما اخاف على نفسي. مسامح يا اخوي سلطان. زين، ايش قال الدختر؟ في امل؟ ان شاء الله، الامل كبير. زين، ما قال لك مثل بيشوف؟
الدكتور قال الطيحة صارت على مركز البصر في الدماغ وتجمع للدم، وإن شاء الله هذا مع الزمن يروح. وعطاني شوية أدوية وقال استخدموها، وهذا مع العمر إن شاء الله الدم يروح بعد. العمر؟ ما قال لك متى؟ ما أدري والله يا. يمكن بعد شهر، شهرين، سنة، سنتين. بس أهم شيء نساعد على الحكي، لأن الطيحة سببت الخوف، وهذا إن شاء الله الحين الحالة اجتازة. إن شاء الله، الله كريم. إن شاء الله يا يمه، وبتشوف ماما خديجة إيش بتسوي. زين يا ولد أخوي، أنا أستأذن، محتاجين شيء؟ مشكور، وما قصرت يا أخوي يا سلطان. يلا في أمان الله. أمان الله، الله كريم. وهذه قصتي من أولها لتاليها. أنا أبي أفهم اللي صار بس من الجهة الثانية. بن عمان، عين ليش تخش عني؟ بس عاد اللي صار صار. بس عاد ها، ما أبي أحد يدري بهالسالفة. زين أقول أنت شو تفكر فيه؟ أفكر أني أسافر عمان علشان أفهم كل شيء هناك، وأشوف إذا كان هذا الولد ولد أحمد فبيكون نصيبي بس في الأرض، لكن إذا كان أخوي أحمد ما عنده زوجة ولا عنده عيال في الساعة بعرف شلون أتصرف مع خديجة. لمتى بظل بهذا المكان أنتظر أمل وما مبين فيه ولا وميض نور؟ أنا غلط اللي ما سافرت بلادي وجلست في بيتي، واللي كاتب ربي بيصير. ماجدي ذا حي بيرجع لي، وإذا لا سمح الله بيكون قدره وقدري. أنا لازم أرجع بلادي، بس لازم أرتب كل شيء مع حمدان. صحك يا ولدي، ترى الحرمة أهم شيء في حياتك، خاصة إذا عاد قايمة بواجب بيتها ووفية. أنت بعد عليك تبادلها الوفاء. يا أبوي من الصباح تكلمني عن زوجتك، خليتني أشك إنك متزوج أمس، ما كأنه صار لكم سنين متزوجين. ضحكتني يا ولدي، أصلاً أم يوسف مثل الذهب ما يتغير، كل ما تكبر تحلو في نظري. أشوفك اليوم ما رحت عند محمد، خير في شيء بينكم؟ لا ما في شيء، أنا بس حبيت أجلس معاكم اليوم. أقول ما في أخبار عن ماجد؟ ترى من اليوم اللي راحت فيه لين اليوم ما حد يعرف عنها أي شيء. أم ماجد كيف بنعرف أخبارها؟ لها رب العالمين. واه
ايش بين عمي محمد وعمي سليمان؟ انت لا تتدخل في سوالف الكبار، فهمت؟ تعال باش تعال تعال. انا بخبرك عن كل اللي يصير في البلاد، لكن مثل ما اتفقنا. ايش اتفقنا؟ اني ما اتكلم واني رجال. شوف يا ولدي، من اليوم ورايح انت رجال، لكن اريدك تثبت لي انك انت رجال، لان الزمان اللي جاي زمانكم. وترى رب العالمين ما يبلي الإنسان إلا علشان يعينه. اليوم الغالية قالت لنا بتسوي لنا عرسية صيد عليه لبن وثوم خلاص. إيش في البيت مظلم يا أبوي؟ البيلسان نهتم جدا بفخامة التغليف ورقي التقديم، ننتجها لكم بمختلف الأشكال والنكهات. قدموها لأحبائكم ودعوها تعبر عنكم. البيلسان، كل قطعة تحمل رسالة. بدعم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ايش عندك يا ام مشعل؟ ايش تبين تقولين؟ تبي الصيد؟ يعني انا بقول لك شيء بس خايفه، خايفه انك تزعل. شو مسويه بعد؟ انا عارف سوالفك. انا رحت عند خديجه. ها؟ خديجة؟ وش لا رايح عنده؟ يعني أنا رحت، يعني خفت إنك وسلطان عندها وما تبيني أعرف. معقولة تسوين هالشي؟ تحكي، شنو قلتي لها؟ لا يعني أنا قلت يعني لها يعني توخر عنك، يعني مثل اللي سويته سعاد. يعني بعدين يعني خفت يعني أخوك سلطان يقول لك روح تعذر لها وقول إنها الولد هذا واللي أخوي أحمد. شو أقول لك؟ صدق إن أنتي ما راح أجيبه. أنا
انا شو اسوي مخك الصغير هذا؟ شو اسوي فيه؟ يعني شلون تبيني اهد لك؟ لا مثل اخوك سلطان. لا تعالي. ايش يا سليمان؟ تريد تلغي الاتفاق اللي بيننا؟ الظاهر يا سليمان لحد الحين ما عرفت من محمد، بس انا جاهز لك، جاهز لك يا سليمان. أنا أمك. سامحني يا رب، سامحني. أنا اللي حرمت من ولدها وما نفذت وصية أحمد من يعالج ماجد وأرد الهلع، وأنا ما رديت. سامحني، سامحني يا رب. من أمس لا أكلت ولا نمت. لأنهم قالوا لنا أن حظك موجود في مكان بعيد بعيد. محمد يا عم سليمان جاي في الطريق وناوي عليك بالشر يا عمي. قلت أنا ليش لما أشوف الريال هذا
وتذكر أن راح عند خديجة ودي أذبحها. هذا الظاهر يريد يوصل لي رسالة. زي إيش المشكلة إن محمد يحكي القصص حلو؟ خبروا أهل البلاد كلها عشان محمد في بيت أبو سليمان. أنا قبلت يا سليمان إني أكون ضيفك. إيش كان يبي بخديجة؟ هاي بعد موضوع جديد لازم أعرفه. ذاك يا محمد يريد تحاربني بالناس. قالك بعينك نظر تلك نظر عيني وسماي صادفك برد الشتاء لك في حضن صدري دفاي وقالك بعينك نظر انت نظر عيني وسماي صادفك برد الشتاء لك في حضن صدري دفاي.